هتون وجود، وش رايكم بالتحديات اللي انتشرت الحين؟ حلوة نصها، حلوة نصها. لا قد سويت تحدي؟ ايه. وايش كان؟ تحدي الموية. انت وياها، انت واختك سويتوه؟ وشرحي لنا التحدي كيف كان. كنا نسوي تحدي الموية واللي فازت هي. كيف فازت؟ لانها هي يوم عبت المويه احنا عبيناها، ولكن انا كثرت المويه، هي قللت المويه وشربتها بسرعه فازت. طيب هذا غش ولا لا؟ هذا غش. طيب قولي لنا تحديات مفيده. مفيده يعني تحديات قراءه، تحديات يعني مسابقه، تحديات اي شيء، تحديات مفيده. قد سويت تحدي مفيد؟ وايش كان؟ بس هو اشرب المويه. لين ايش رايك بالتحديات اللي انتشرت؟ حلوه، لكن في بعضها مين مفيده ومفيده. طيب قد سويتي واحد من التحديات؟ ايوه. وايش هو؟ تحدي الرياضه، تحدي الاكل المفيد، تحدي القران، اشياء. طيب انت وش رايك بالتحديات اللي يسوونها الناس وهي مو بحلوه؟ يعني في بعضها يعني ما مي حلوه مره، في بعضها مسرطنه، فيها امراض كذا اشياء. دي وش التحديات الكويسه اللي سويناها نستفيد منها؟ تحدي الاكلات المفيده، مو تحدي اشياء كذا اخرى. طيب في تحديات تضر اللي سويناها؟ ايه. مثل ايش؟ تحديات الاكلات الحاره. وش رايك بالتحديات؟ حلوه. قد سويتي تحدي؟ ايه. وكان مع مين؟ مع اختي. وكان التحدي؟ حط ثلج يعني بيد مع ملح، وبعدين نقعد وقت طويل، بعدين نجوع شوي، بعدين شلتها ويدي حمرت. ومين اللي فاز؟ طيب وش رايك بالتحدي بالناس اللي يسوون تحديات خطيره وتضرهم؟ يعني أقول نصيحة، لا يسوونها ولا يعلمون الصغار يسوونها. وش رايك بالتحديات؟ زينة. قد سويتي تحدي؟ إيه. وش كان؟ تحدي الليمون. طيب وش رايك تحدي الليمون؟ أو إيش كان تحدي الليمون؟ زين، يعني كان عبارة عن ليمون تاكلينها وزي كذا العقاب يعني يصير. قدرتي تاكلين الليمون؟ إيه. طيب قولي لنا تحديات مفيدة، يعني تحديات نستفيد منها اللي سويناها. في تحدي مثلا زي القراءة والقرآن والرياضة وزي كذا. شكرا. عفوا. الجهرة وش رايك بالتحديات اللي انتشرت؟ حلوة. قد سويتي تحدي؟ اي سويت تحدي الشطة مع اخوي، انه عطاني ملعقة وحطم لها شطة حارة واكلتها انا وياه، بعدين كمان فاز اخوي. كيف كانت الشطة؟ حارة. طيب وش رايك بالناس اللي يسوون تحديات خطيرة؟ ايش تقولي لهم؟ انصحهم انهم ما عاد يسوونها، وانها تضر لصحتهم، ويعلمون الناس الشيء غلط. طيب انت تتابعين اللي يسوون تحديات؟ اي انا اتابعهم. طيب قولي لنا تحديات مفيدة اذا سويناها نستفيد منها. تحدي رياضة، تحدي الاكل الصحي، تحدي الكتابة والقراءة. وش رايك بالتحديات اللي انتشرت؟ بعضها مفيدة بعضها لا. قد سويت التحدي؟ اي قد سويت. وايش كان؟ تحدي الثلج. سويتيه مع مين؟ مع اختي. اشرحي لنا التحدي. التحدي هو ان انت تحط ايديك في الموية الثلجة، بعدين اللي يطلعها اول هو الخسران ويعقب الثاني. ومين اللي فاز؟ فاز انا. وايش كان العقاب؟ عقاب تنظيف البيت. تنظيف البيت؟ يعني مين اللي ينظف البيت؟ أختي، لأنها هي اللي خسرت. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.